قال أو لمتنفل راكب سائر في سفر مباح. هذا استثناء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان سافر، السفر تدركك فيه الصلوات الخمس أحيانا، وأيضا يدركك فيه النفل. فالإنسان إذا كان مسافرا نقول إذا يريد أن يصلي الصلوات الخمس نقول لابد أن تستقبل القبلة. يعني ماذا أصنع؟ نقول إذا كنت في السيارة أو على الإبل أو على الخيل أو على الحمير أو ماشيا على قدمك، تتوقف وتصلي وتستقبل القبلة، هذا هو الأصل. طيب، إذا كان في الفريضة فالأمر، والفريضة لا تأخذ وقتا، واسمك ريحت وحركت جسمك وكذا وتصلي، تجمع الظهر مع العصر، تجمع المغرب مع العشاء، تصلي الفجر ثم تنطلق. طيب، النافلة وقتها متسع، خاصة إذا كان السفر طويلا ويريد أن يصلي لله تبارك وتعالى، فيقول إذا وقفت أصلي ولازم أستقبل القبلة، خاصة إن تكلم أن القبلة إيش؟ في ظهره أو عن يمينه أو عن شماله، سيتعثر في سفره، يتأخر في سفره. فمن رحمة الله تبارك وتعالى جعل السفر يعني سببا في ترك استقبال القبلة في النافلة، فقال صلي النافلة ولو كنت إلى غير القبلة. صلي النافلة ولو كنت إلى غير، مثل قيام الليل، من صلاة الضحى، مثل صلاة بين الظهر والعصر، مثل صلاة بين المغرب والعشاء. المهم تريد أن تصلي لله تبارك وتعالى النوافل غير الفرائض الخمس، فتصلي ولو لم تستقبل القبلة. لكن ماذا اشترط المؤلف هنا؟ قال لمتنفل راكب، لابد أن يكون راكبا، أما إذا كان ماشيا فلا، إلا في حالة وهو إذا كان يعني مع رفقة، إذا وقف، لأن ماشي هو، مسافرين مشي، لكن إذا وقف يصلي النافلة والقبلة وراءه مثلا وعن يمينه وعن شماله سيمضون عنه ويتخلف عنه. قال كذلك يصلي وهو إلى غيره القبلة، هو ماشي، وهو ماشي، جاء وقت الركوع يومئ بركوعه ويومئ بسجوده، هو ماشي، أو يقف يركع ويلحقهم يدركهم بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت به راحلته، كان يصلي النافلة على راحلته صلى الله عليه وسلم أينما توجهت به الراحلة كما في الصحيحين. نعم، طبعا هذا المكتوبة اللي هي الفرائض الخمس، أما النوافل فشأنها آخر.